السلام عليكم المتتبعين الافاضل والمتتبعات الفاضلات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. السلام عليكم من مازيغنين وفي مازيغين، ايريفيين تيريفيين ماني مهتم، نتمنى ان شاء الله يا ربي اتيرين بخير وعلى خير والصحه اتيري مليح ان شاء الله يا رب العالمين. كنشكركم جميعا وكنرحب بكم جميعا، كنقول لكم اللي اول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بكم، اشتركوا في القناة طبعا فضلا منكم وليس امرا الا كان عجبكم المحتوى ديالي طبعا. ومرحبا باللي دخل عندي اشتراك جديد واللي كيشجعني، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين وجزاكم الله عنا الف خير ان شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم اليوم في هذا الفيديو الجديد اللي صراحة ما لقيت منين نبدأ. منين كتلقى الرجال كيبكيو، يعني صافي كتوصل لواحد الحاله لا اله الا الله محمد رسول الله. كنسمعوا بزاف على الخيانه الزوجيه، ولكن كنسمعوا بزاف الرجال اللي كتكون منهم الخيانه الزوجيه، ولكن ملي كتوصل انها كتكون الخيانه من المراه، يعني سبحان الله الانسان ما كيلقى ما يقول. هي الخيانه في حد ذاتها كلها ما مزياناش سواء من الرجل او من المراه، ولكن يعني منين كتوصل الخيانة للمرأة، يعني الإنسان ما كيلقى كما قلت ما يقول. سبحان الله، الله يهدي ما خلق. هذا واحد الراجل كيبكي بالدموع على الخيانة ديال الزوجة ديالو وشنو دارت فيه. هاد الزوجة وهاد الزوج كانوا عايشين في أمان الله وحفظه، يعني الحمد لله كما كيقولوا الزوجين متفاهمين، ما عندهمش المشاكل اللي نقولوا يعني تقدر تؤدي لشي واحد منهم للخيانه. الزوج خدام، يعني الحمد لله موفر يعني الاساسيات والضروريات للزوجه ديالو والاولاد ديالو، وعايشين في امان الله وحفظه. هو خدام في الشركه وخدام الاكثريه كيكون الخدمه ديالو بالليل، كيخدم بالليل وكيروح بالنهار، يعني الاغلبيه. واخا عنده الايام اللي كيخدم بالنهار، ولكن كاينين الايام بزاف اللي كيخدم بالليل، كيخدم عادي ما كاين حتى مشكل. حتى لواحد النهار كان جالس الروبو ديالو النهار الراحه ديالو، تلاقى مع العساس اللي كاين في داك الحومه فين ساكنين، العساس ديال السيارات ديال الليل. قال له ما كنتشوفوش بزاف، يعني انت قال له انا خدام بالليل وهادي وهادي، قال له عارف بانه خدام بالليل، قال له واه راه كنشوف واش النسيبه ولا امك اللي ملي كتمشي دائما كتمشي كتخدم بالليل راه كتجي تبات مع الوليدات. الراجل تصدم، ولكن ما بينش لذاك السيد اللي كان كيعاود له. المهم تصدم، قال له لا انا ما عنديش هنايا لا الوالده لا النسيبه. ايوا قال له المهم هذيك العائله اللي كتجي عندكم راه كتجي كتبات مع الوليدات منين ما كتكونش، راه كتجي من المغرب، ولكن ما عارفش فوقاش كتمشي بحالها، واش في الصباح ولا، لانه هو الخدمه ديالو داك العساس بالليل. صافي الراجل منين سمع هكاك تصدم، لقى المهم بدا كيفكر وكيقول شكون هذا اللي شكون هاد السيده اللي كتدخل عنده، شكون اللي هذا. قال له كي دايره هاد السيده؟ قال له السيده محتاج ما كدير النقاب ديالها الحجاب ديالها الشرعي، يعني ما عرفتش واش كبيره ولا صغيره. صافي السيد مشى للدار ما قال والو للمراه ديالو، بدا كيفكر شنو يدير، وكيشوف شكون هاد الانسانه اللي كتدخل عندهم للدار ملي ما كيكونش. هو ما فكرش نهائيا انه يكون راجل. صافي بدا بغى يعرف السر وبغى المهم دخلو الشك. واحد النهار من ايامات الله ما كانش عنده الخدمه بالليل، ولكن قال للمراه ديالو انني عندي هاد النهار الخدمه بالليل. صافي وجدات له داكشي اللي كيدي معاه المراه، صوبت له المسائل ديالو، جا خرج قبل المغرب، خرج ومشى كيعس. صافي خرج بقى تما غير في الحومه كيعس ويشوف شكون كيدخل عنده للدار. جلس مع العساس،
ايوا داز المغرب وهي تجي داك السيده اللي هما صحاب لهم مرا جايه بالنقاب ديالها والحجاب ديالها الشرعي، مشات دخلات للدار قال له ها هي المرا اللي كتجي عندك. صافي خلاها حتى دخلات، حتى دخلوا صافي جلسوا في خاطرهم، مشى من موراهم حل الباب وإذ به كيلقاه صاحبه خدام معاه في نفس الشركة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يسترنا ويستر جميع المسلمين يا رب العالمين. كنطلبوا السترة في هذه الدنيا، تصدم صدمة والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى ثبتوا أنه ما قتلوش ولا ما دارش شي حاجة اللي غادي يندم عليها. مهم لقاه صاحبه كيخونو مع الزوجة ديالو، المهم بجوج بيهم هو والزوجة ديالو، والأبناء ديالو ناعسين في البيت يعني ما سايقين خبار، الأبناء ديالو صغار. المهم ما بغاش ينوض بالبالة وما بغاش يدير المشاكل كبار اللي غادي يضر ولادو. مشى يعني هذاك خرج صافي مشى بحالو، والمرأة عاود قال لها جمعي حوايجك وسيري للدار، ولادك ما كتعرفيهم ما يعرفوك. صافي لا اله الا الله محمد رسول الله، والله العظيم هذا الشيء لا يدمي القلوب. والله العظيم يا ربي تسترنا وتستر جميع المسلمين يا ربي العالمين يا ارحم الراحمين. مهم لقى الضربة جاتو من اقرب الاشخاص ليه اللي هو الصديق ديالو والزوجة ديالو اللي كانوا عايشين في السعادة والهناء والتفاهم. هاد الشيء ناهيك يعني كنهضروا على واحد الجوج اللي متفاهمين، ما كنهضروش على شي واحد الجوج اللي بيناتهم المشاكل ولا بيناتهم يعني ما متفاهمينش. لا اله الا الله محمد رسول الله. مهم هاد الظاهره ديال الخيانه ديال الزوجات كثرات 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 بزاف، لا من الرجال ولا من النساء. كما قلت في الاول راه كنا كنسمعوها غير من النساء، دابا ولينا من الرجال كنقولوا الخيانه الزوجيه من الرجل، ولكن دابا اغلبيه ديال النساء يعني كيديروا هاد الخيانة الزوجية. يا ربي السلامة والعافية، استرنا واستر جميع المسلمين واعفو على جميع المسلمين، واهدي يا رب يا رب الهداية لينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. صافي هذاك مشى بحالو ما بغاش ينوض البلبلة، والزوجة حتى هي جمعات الحوايج ديالها ومشات طلبات الطلاق، سمحات في كل شيء وسنات على كل شيء حتى ولادهم حتى ولادها ما تشوفهم ما يعني صافي سمحات في كل شيء. سبحان الله يا لا اله الا الله محمد رسول الله. حرمات راسها من ولادها ومن الحياه اللي كانت عايشاها، كانت عايشه ربي ساترها، ولكن هذا السيد كان عايش بالنيه. راه النيه اللي كيدير النيه راه كتخرج الثقه والنيه. هو كان داير النيه في الزوجه ديالو، عايش معها بالنية، يعني عايش معها بما يرضي الله. الله سبحانه وتعالى اللي يعني كشفها. الله سبحانه وتعالى إلا كنتي كتمشى في الطريق مع الله سبحانه وتعالى بالنية راه ما عمر ما يضرك شي حد، واخا يبغي يضرك راه ما غاديش ربي غادي يكشفو ليك في جميع الحالات وفي جميع الأحوال، سواء لا في الخيانة لا في الزوجين لا في أي حاجة. إلا كنتي كدير النية وكتخدم بالنية وكتمشى بالنية راه الله سبحانه وتعالى ما عمرو يخلي شي واحد يضرك، واخا يبغي يضرك الله سبحانه وتعالى غادي يكشفو ليك. والله يسترنا ويستر جميع المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. هادشي اللي نتم يعني هادشي اللي نتمناو سترة للجميع، والله يحفظنا والله يهدي هادو اللي كيخونوا يعني الازواج ديالهم. راه كاين الا ما تفهمتيش معاه ولا ما كاينش المهم سبل التفاهم، كاين بنادم ما يبقاش وفي عنق الراجل
ويدير الإثم على راسه، يبعد. كاين الشرع يعني كله واضح وباين، والله يسترنا ويستر جميع المسلمين. هذا الشيء اللي احنا نتمناو، السترة للجميع يا رب العالمين. هنايا غادي نوصل معكم النهاية ديال الفيديو ديالي، وكنقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء، ولا إلى فيديو آخر إن شاء الله. الله يجمعنا جميعا في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب العالمين.